بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين الأحبة في حلقة جديدة، رحلة مسائية فيها نعرج على جديد المهرجان والفعاليات والعروض المحلية والعالمية. هذا المهرجان الذي يستنهض همم الشباب، إبداعات، مواهب، مهارات، مشاريع، أعمال الشباب في مكان واحد ليضفي جمال ورونق آخر وبعد أيضا اجتماعي وإنساني وثقافي جديد. اللجنة إذن الرئيسية لهذا المهرجان حرصت على أن تجد مساحة لهذه المنظومة الثقافية وهذه أيضا الإرث الحضاري والتواصل الفكري والاجتماعي والأدبي وأيضا جوانب عدة فنية، متنفس وملتقى للأسر. احنا راح نكون معكم إن شاء الله باستمرار طيلة فترة المهرجان من الآن إلى الساعة 10، ننقل كل تفاصيل وكل مفردة وكل أيضا حكاية وقصة لهذه المشاهد. نرحب بكم من جديد وحيا شاء الله المهي. أهلا فيك. الله يحييك حفيظ، وأهلا وسهلا فيك، وأيضا تحية نوجهها لكل من يتابعنا في هذه اللحظات من مسقط الجمال. نرحب بكم مشاهدينا، وأيضا من مسقط السلام نرسل لكم أجمل التحايا. اليوم نكون أكملنا أسبوعين منذ انطلاق فعاليات مهرجان مسقط لعام 2019 وسط زخم هذه المشاركات المتنوعة. اليوم نستطيع القول أو نستطيع أن نسمي هذه المشاركات أو برنامجنا، نستطيع القول أنه مجلة مسائية. كل يوم نقلب صفحة يا حفيظ، كل يوم ولاية تبهرنا بما لديها، كل يوم إن لم تكن ولاية هناك أيضا الفعاليات الأخرى التي نعمل على تغطيتها. فهذه المجلة المسائية التي نتصفحها معا نحن والزملاء خارج الاستوديو من خلال أيضا ضيوفنا، التقارير ومختلف اللحظات التي توثق من خلال العدسة. اليوم أيضا بإضافة حفيظ أن أكملنا أسبوعين، هناك لحظة حاسمة ينتظرها المشاهدين من خلال المشاركة في مسابقة هلا مسقط والسحب على 3 فائزين، كل فائز منهم يحصل على 500 ريال والمجموع يكون 1500. إذن اليوم سحب على 1500 ريال لثلاثة فائزين، 3 اللي شاركونا خلال الفترة الماضية، وما زالت معكم الفرصة بإمكانكم تشاركونا من خلال الرسائل النصية هلا مسقط. بالأمس كانت مشاركة ولاية قريات أمتعتنا وأبهرتنا، وفعلا الكل استمتع بالعروض المقامة. اليوم أيضا عرض آخر من ولاية القابل بشمال الشرقية حاضرة بهذا الإرث، بتقاليدها، بقيمها وعاداتها وفنونها وأكلاتها الشعبية، بكل أيضا تفاصيل الحياة قديما، للحفاظ أيضا على هذا الإرث وعرض هذا الإبداع في هذا التنافس الشريف الجميل في مسابقة الولايات التنافسية. نشاهد ملخص عرض الأمس مع زميلة لمياء الوهيبية، لخصت لنا جوانب عدة من مشاركة ولاية قريات. بعد إن شاء الله نبحر أكثر في هذه المشاركة الجديدة في حضور ولاية القابل. نشاهد معنا هذا التقرير. أبرزت مشاركة ولاية قريات بمسابقة الولايات بمهرجان مسقط 2019 بأهم الفنون والحرف اليدوية والعادات والتقاليد التي تشتهر بها الولاية. قدمت ولاية قريات نماذج من التراث العماني الذي جسده المشاركون في أركان متنزه العامرات وما تشتهر به الولاية من عادات وتقاليد عمانية. وفي ركن البيئة الزراعية أقامت الولاية سوقا للخضروات وعددا من السعفيات وطريقة صنع اللبن وتحضير العسل. أما في ركن المأكولات الشعبية فتميزت المشاركة باستعراض أهم الأكلات التقليدية التي تتميز بها الولاية.
مشارك للصناعات الحرفية، قدم المشاركون بعض النماذج للصناعات التقليدية كصناعة الحصير والقوار وبعض الأدوية الشعبية. الطب الشعبي شو عندك هذا انت؟ ما شاء الله الطب الشعبي ما شاء الله عليك. كما شاركت الولاية بفعاليات بحرية مثل عملية تجميع الملح وأدوات الصيد وتقديم عدد من الفنون البحرية. ومن العادات والتقاليد التي تشتهر بها ولاية قريات تجسيد زفة العروس بالسيارة وتمشيط الشعر، كما قدمت جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة بعض المشغولات اليدوية والتحف وأدوات الزينة. قدمت ولاية قريات بعض الفنون الشعبية التقليدية التي تتميز بها الولاية وتمارس في المناسبات الاجتماعية والدينية. بالهواء مدروس كنان الشرف، بالهواء مدروس والحمد لله. وفي معرض التراث استعرضت الولاية بعض أدوات الطبخ والصيد وبعض الصور الجميلة والمعالم السياحية والتاريخية التي تتمتع بها الولاية. ولاية قريات هي ولاية ساحلية عكست في مشاركتها ما تتمتع بها من مقومات سياحية وصناعية وحرف تقليدية. نلتقيكم مع ولاية أخرى، فإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، تحية متجددة لكم على هذه المتابعة اليومية لبرنامجكم هلا مسقط، وهذه الأمسية الجديدة من أمسيات هذا المهرجان من خلال مشاركة ولاية القابل. هذه الولاية التي تشاركنا من محافظة شمال الشرقية بمفرداتها التراثية المختلفة، بهذا الموروث الذي يشد الزائرين من داخل السلطنة وخارجها. إذن هي دعوة طبعا لقضاء أوقات ممتعة ومتابعة مشاركة ولاية القابل التي تضفي على المهرجان إضافة أخرى، بالإضافة إلى كثير من المشاركات المميزة لولايات محافظات السلطنة المختلفة. إذن دعوة في هذا الشتاء المسقطي الأنيق لمتابعة ممتعة، وبرنامجكم هلا مسقط. إذن نتواصل بفرح ونتواصل بحب يوميا، ويتجدد معكم هذا التواصل عبر هذه النافذة التي نبرز فيها ملامح وشخصية مهرجان مسقط 2019، الشخصية التراثية التي تتسم أيضا بوجود الولايات هذه السنة. لن نحدد أكثر أن شخصية المهرجان شخصية تراثية، ولكن هذه السنة هناك تركيز أكثر على التراث وعلى الولايات وعلى أيضا تاريخ هذه الولايات وحضارتها. اليوم تشارك معنا ولاية القابل، نتكلم اليوم عن ولاية القابل ونتكلم أيضا بلغة وأحاسيس ولاية القابل. ولاية القابل اللي اتخذت من الخيل شعار للولاية، وهذا طبعا بسبب وجود الخيول في شمال الشرقية، أو بالتحديد في ولاية القابل الخيول العمانية الأصيلة بكثرة، وأيضا أهل الولاية أيضا من الأشخاص أو فرسان لهذه الخيول. أيضا نتكلم عن الحصون، نتكلم عن التراث، نتكلم عن قرية الدريز، هذه القرية التي يوجد بها مجموعة كبيرة
كثيرة من البيوت القديمة التراثية الأثرية الأصيلة. نتكلم أيضا عن الأزياء العمانية المميزة اللي لها كذا طابع خاص ومميز. أول ما نشوف الزي العماني نعرف أنه هذا الزي لولاية القابل. نتكلم اليوم أيضا عن الفنون التقليدية العمانية التي تشتهر بها الولاية. سنتحدث أيضا عن الحرف وعن المناشط التي أيضا تمارسها هذه الولاية. كل هذا وأكثر في تغطيات متنوعة في هنا في متنزه العامرات. إن شاء الله تكون تغطية مميزة وتنال على استحسانكم وإعجابكم بإذن الله. وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. لازلنا في بداية انطلاقة حلقتنا لهذا اليوم. رحبنا بالزملاء خارج الاستوديو محمد المهري وأيضا تاج البوشية. وطبعا تاج البوشية يا حفيظ كل يوم تتألق بإطلالة، كل يوم تعكس الولاية، تعكس هويتها أيضا هوية المرأة العمانية في تلك الولاية. كل ولاية أيضا معنا في المحافظات أو عفوا في السلطنة تتميز بهذا الزي العماني، ولكن تشترك في رزانة جمال هذا الزي. وطبعا كل ولاية أيضا تتميز بجمالياته، لربما في الألوان، لربما في بعض التفاصيل البسيطة، ولكن هوية المرأة العمانية لا زالت راسخة عبر الزمن من خلال ارتدائها للزي العماني وزينتها أيضا الزينة العمانية المتعلقة بالمرأة العمانية. هذا ما نتحدث عنها اليوم. نستطيع القول أن القابل سيدة هذا المساء يا حفيظ؟ أكيد القابل سيدة هذا المساء مثل ما تفضلتي. وقبل قليل المها كنت أكلمك عن فن الشرح موجود عندنا في محافظة ظفار بالتحديد في ولاية صلالة، وفي أيضا تشابه لحد كبير من بعض الفنون الشعبية سواء الرجالية أو النسائية. هناك أيضا تبقى هذه الخصوصية، لكن ما تنفرد به الولاية كيف السبيل لأداء هذا الفنون بطريقتها الخاصة. وإحنا نشاهد المحاصيل الزراعية، الأدوات القديمة في استخدامها لجني الثمار وغيرها من الأمور، وفي عمليات الطبخ والحياة القديمة كيف كانت وما زال يمارسها الإنسان العماني بعض أجزاء هذه الموروثات القديمة. والآن مباشرة من متنزه العامرات والكاميرا تأخذنا إلى هناك حيث النسيم، وهذا المكان الرائع لا يقل أيضا جمال عن هنا المكان. مساك الله بالخير، حياك الله أحمد المعمري، وكيف أجواءك هناك في حديقة أو متنزه النسيم؟ مساء الجمال، مساء النور، مساء المحبة لكل المشاهدين الكرام واللي متابعين برنامجنا هلا مسقط. أجمل مساء وأجمل تحية يرى نبعثها لكم زملائنا هناك في العامرات وكل الطاقم اللي متواجدين يغطوا فعاليات هذا المهرجان المتواصل بتألقه، المتواصل ببهاءه. مساءنا اليوم يزدان بتوافد الزوار من مختلف المواقع، من مختلف محافظات السلطنة. توافد زوار مهرجان مسقط اليوم في يوم الخميس، يوم مقبل على إجازة الأسبوعية، فعلا يعني ما شاء الله شهدنا يعني حضور متألق وحضور وتوافد جماهيري رائع جدا في مختلف المواقع. جاءوا خصيصا للاستمتاع بفعاليات وبرامج مهرجان مسقط المتنوعة. هذه البرامج اللي فعلا فيها تنوع ثراء ثقافي رياضي واجتماعي، وأيضا فيها مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية هنا في متنزه النسيم. اليوم أنتم على موعد زوار مهرجان مسقط وخصيصة في متنزه النسيم على موعد لحفل ثاني الحفلات الغنائية، الوصلات الغنائية على المسرح العالمي المفتوح في متنزه النسيم مع الفنانين العمانيين الفنان مسلم كيهود والفنان منذر الجنيبي. أيضا مع هذه الانطلاقة دائما الجميلة والرائعة، وانطلقت معنا هنا الألعاب النارية التي ترحب دائما بالضيوف، ترحب دائما بزوار المهرجان
تبعث جماليات المساء وبهاء الألوان التي تتألق دائما في سماءات مهرجان مسقط. إن شاء الله راح نتواصل معكم في فعالياتنا المتنوعة والمتجددة، ولكن إن شاء الله بعد ما نرجع لزملائنا هناك في العامرات واستمرار لاستعراض مجلة مهرجان مسقط مع زملائنا في العامرات. للفوز في هلا مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد، وآخر الأسبوع معنا 3 فائزين لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. ارتسمت أجمل اللوحات على سماءات مسقط العامرة مشاهدينا من خلال انطلاق الألعاب النارية، تعودنا على انطلاقها في هذا التوقيت يوميا، ولكن أيضا نذكركم في نفس الحين أن السحب إن شاء الله السحب على 3 فائزين، كل فائز منهم راح يحصل على 500 ريال، راح يكون على الساعة 9:30، يعني عندنا ساعة تقريبا أو عند المشاهد أيضا ساعة صحيح. من أجل المشاركة. ولكن حفيظ أنا تحت الهواء كنت أتصفح الكتاب اللي أصدرته الولاية. نعم، الجميل واللي لفت انتباهي في هذا الكتاب يا حفيظ أنه تم ذكر الأهداف من أجل المشاركة، الهدف حلو. من المشاركة صحيح. ما قرأت مشاهدينا أن قسمت الأهداف إلى 4 أهداف، الأولى اللي هي إظهار المخزون الحضاري والعريق في الولاية. نعم. الثاني أيضا استعراض أن الإنسان العماني قادر على الإبداع في مجالات عديدة. نعم. وأيضا خصوصا للولاية. والهدف الثالث اللي هو المشاركة في مسابقة الولايات. أما الرابع واللي جدا لفت انتباهي هو الارتقاء بالعمل الجماعي والعمل التطوعي أيضا، والذي يتم تناقله عبر الأجيال. عرف الإنسان العماني أنه إنسان مساند لأخيه الإنسان العماني، وهذا التكاتف المجتمعي. لذلك هذه التفاصيل أيضا لفتت انتباهي من خلال مروري في هذا الإصدار اللي أصدرته طبعا ولاية القابل. أكيد ذكرتي أهمية كبيرة وأهداف، هنا ملخص ربما يكون ومختصر أيضا لبعض الأهداف من خلال هذه المظاهر والنماذج لعرض التراث بطريقة فيها من الابتكار، فيها من الإبداع. والأجمل من ذلك المها عندما نقول أن الكل شارك من الولاية تطوعا. نعم. وأنا أعتبرها في نفس الوقت هي مسألة تعليمية، عندما أتعلم أقف بجانب الأخ الأكبر مني أو الوالد أو جدي في مكان واحد صحيح. يخبرني ببعض التفاصيل اللي أنا ما كانت في بالي أو غائبة عني أو ربما ما كنت أعرف عنها الكثير. اليوم من خلال تجديد كل ولاية معينة هذه العروض، خلنا نقول الحية من خلال عدة أركان ومختلف البيئات وأيضا بعض الزوايا، تظهر نماذج جميلة جدا عن حكاية تتميز بها الولاية أو تنفرد بها ولاية عن غيرها، ونستفيد إحنا من خلال وجودنا في هذا البرنامج من كل مشاركة ونتعلم الكثير والكثير. إن شاء الله نتواصل معكم، ومثل ما نشاهد الصغار وهم التويمينة هذه. نعم التويمينة أثناء ختم القرآن الكريم. إذن مشاهدينا نتابع. نحن محمد آمين.
يا عمان يا دار العرب ولا يا بهدار العزيز اللي عزيزة ترايب أهل اليبل والحضر والعرايب أهل اليبل والحضر والعرايب أهل اليبل والحضر والعرابة. ودائما يجمعنا العرق، يجمعنا الدم، يجمعنا الحب. من عمان السلام. نحط رحالنا اليوم في مسرح الطفل لننقل فعاليات ومناشط فعالية كلنا عمان، وبالفعل كلنا عمان. لننقل لكم هذه التفاصيل، كونوا معنا. ضمن فعاليات مهرجان مسقط لهذا العام استضاف متنزه النسيم قافلة كلنا عمان. وتهدف قافلة كلنا عمان إلى تعزيز روح الوحدة الوطنية والتأكيد على التفافنا صفا واحدا لبناء عمان المجد والحضارة، وتأكيدا لسمات هويتنا ودعوة إلى مد جسور الإخاء والتواصل. من خلال مناشطها المتضمنة المسابقات والإبداعات الشبابية والملتقيات العلمية في رحلتها الممتدة طيلة عام 2019، لنرسل للعالم باقة احترام وتقدير وحب وتسامح وسلام يذكرنا بها الصديق قبل الأخ والرفيق والقاصي قبل الداني، من جبال مسندم الشماء نقطة انطلاقها وحتى جبال ظفار الحب والوئام، وتجمع المواطن والمقيم والشقيق والصديق من كل أقطار العالم في قطار واحد، نرسم خلالها لوحات مشتركة تنطق بالجمال والكمال وتهتف في صوت واحد: الاختلاف لا يعني الخلاف، لتظل عمان عنوان السلام بين الشعوب على مر الأزمان. اليوم الفعاليات اللي عندنا تخص الطفل، حاولنا قدر الإمكان في الفعاليات أن ننزل بمستوى الطفل، لأهداف المهارية موجودة والمعرفية موجودة والوجدانية كذلك موجودة. حاولنا قدر الإمكان نجيب أكبر قدر ممكن من الجوائز اللي ممكن تحرك هؤلاء الأطفال أنهم يشاركوا معنا، يتفاعلوا معنا. سمعنا أناشيد بغاية الروعة والجمال، قصص، مسرحيات ومسابقات. في كل هذا الجمال عمان كانت حاضرة كالعادة في كل شيء يقدم في هذه القافلة، لذلك كنا حريصين جدا بأن نلامس كل شريحة من شرائح المجتمع. بالأمس كان عندنا محاضرة لكبار السن والشباب، اليوم معنا الأطفال، وبكرة إن شاء الله معنا أيضا طلاب جامعيين. لذلك هذه القافلة تسعى جاهدة بإذن الله تعالى أن تلامس كل شريحة من شرائح المجتمع، وأيضا أن تحقق أهدافها بإذن الله تعالى. والهدف الرئيسي منها هو بأن التعايش تكامل في هذا الجميل. وألف شكر لكل من ساهم له بصمة في هذه القافلة، وأيضا من الوزارة التي مدقت من هذه القافلة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. نشر الحب والتسامح والوئام هو الهدف الأسمى لقافلة كلنا عمان، وغرس هذا المبدأ في نفوس الصغار قبل الكبار. أبيك تبدأ مواعيدك ولا أبدأ مواعيدي؟ أبيك تبدأ مواعيدك وتزورنا في مهرجان الفرح والتواصل، لنبقى دائما في تواصل وفرح. كنوا بخير دائما، وهلا مسقط. لا شك في أن المرأة العمانية شريك أساسي في المجتمع، وأيضا هي لها دور في تنمية هذا المجتمع. وبدون المرأة لا يمكن أن يقف المجتمع أو ينمو المجتمع أو يتطور. إذن هي تقف بجانب زميلها أو أخيها أو أبيها الرجل في تنمية هذا المجتمع. المرأة أيضا
لها دور في الولاية، لها دور في المنطقة التي تسكن فيها من خلال الأعمال اللي تقدمها، من خلال الحرف مثلا اللي يستفيد منها أبناء الولاية. الجمعيات أيضا، جمعيات المرأة العمانية الحاضنة لهؤلاء النساء أيضا لهم دور فاعل في تنمية مواهب وقدرات وأيضا إمكانيات هذه المرأة العمانية. معي الآن الأستاذة صفية الحارثية وهي رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية القابل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أختي تاج، مرحبا بكم في هذا اليوم الجميل الذي جاءت به ولاية القابل بكل إمكانياتها إن شاء الله. في البداية أنا أشكركم جدا على الأزياء العمانية الخاصة بولاية القابل، وجدا يعني اللبس مميز، لما أشوف هذا اللبس العماني أعرفه، أو هذا اللي بالتحديد اللي أنا لابسه الخاص بولاية القابل على طول أعرف أنه هذا من شمال الشرقية. أشكركم في البداية على اهتمامكم أنه أنا أكون اليوم من القابل. تستاهلي تستاهلي يا خبتاج، ولبسنا هذا يتميز دائما بالتراث ويتميز دائما بالأناقة، معروف عن ولاية القابل ولبسها الجميل. طبعا نتكلم، أنا كنت أتكلم في البداية عن تمكين المرأة أو دور المرأة في المجتمع، وأن دور المرأة لازم ما يكون أو ما يقل عن دور الرجل في تنمية المجتمع وتطوره. كيف أنا كرئيسة جمعية مثلا في ولاية معينة، أنا أعرف أن هذه الولاية محتفظة أو متمسكة بعاداتها وتقاليدها، كيف أبرز دور المرأة العمانية، كيف أخليها بارزة وشريكة أساسية في المجتمع؟ طبعا دور الجمعيات أصبح اليوم من أدوار الإيجابية الكبيرة في المجتمع، والتي تلعب دورا كبيرا في تنمية قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا وتمكينها اجتماعيا. والمرأة أصبحت نصف المجتمع، ربما تكون كل المجتمع الآن. طبعا الجمعية تقوم بتمكين المرأة من خلال تنمية مهاراتها وتنمية قدراتها وإقامة دورات والورش التدريبية والاحتفالات، لكل هذا من أجل أن تمكن، أن تعطي للمرأة تمكين قوي في المجتمع، لأن أصبح للمرأة دور كبير خاصة في الزمن الذي نحن فيه في هذا الوقت الحالي. مهم جدا إنه المرأة أيضا تحافظ على موروثها، من المهم جدا إن المرأة أيضا تنقل هذا الموروث اللي تعلمتها من أمها، من جدتها، من خالتها، من جارتها، إلى نساء الولاية أو إلى بناتهم وأحفادهم اللي جايين في طريق أو اللي أيضا موجودين. أيضا مهم إن نركز نحن كجمعيات، في جمعيات المرأة العمانية، إنه أيضا ننقل التراث، ننقل العادات والتقاليد القديمة اللي كانت تمارسها المرأة العمانية. كيف أيضا أنا أساهم في الحفاظ على العادات والتقاليد والموروث العماني والحرف العمانية الخاصة بالنساء؟ من خلال هذا الذي نحن فيه اليوم هو ممارسة لهذا التراث ونقل التراث القديم للأجيال القادمة، للأجيال الحالية، كلها نقل للهوية العمانية والأصالة العمانية، ونقل التراث ونقل كل ما هو قديم لكي يقتدي به الشباب والصغار والأجيال. وهذا الدور أيضا تقوم به من خلال الجمعيات، من خلال المتقيات السياحية، من خلال المعارض، من خلال هذه المناسبات اللي تقام للمهرجانات. وهذه يعني فرصة كبيرة إنها تعرض الجمعيات من خلال من كل ولاية تعرض تراثياتها، تعرض تراثها، تقدم ما هو موروثها التراثي القديم. نعم، شكرا لك تواجدك أستاذة، وأتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله. وأسعدتونا اليوم ولاية القابل ما شاء الله، وحضور كبير وأيضا لوحاتكم جدا جميلة، أتمنى لكم التوفيق. شكرا لك تواجدك. أحسنتي يا أختي تاج، والجمعي والقابل كلها اليوم جاءت بكل ما تملك من قدرات تراثية وشباب وطاقات، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا مركز متقدم في هذا المنافسة الطيبة إن شاء الله. الأهم هو إبراز التراث، هو الأهم من كل، من الفوز، من المراكز، من كل هذه الأشياء. أكيد حنتمنى لكم الفوز، ولكن أيضا واجب علينا إحنا كعمانيين وكأبناء لهذا الوطن أن نبرز تاريخ هذا الوطن، حضارة هذا الوطن، وأيضا أن نحافظ على عاداته وتقاليده التي هي جزء لا يتجزأ من الهوية العمانية. إذا نعود معكم ونذهب أينما يكون الزملاء في هذه الزوايا المختلفة من متنزه العامرات التي تنقل فعاليات مهرجان مسقط 2019.
ولاية القابل تعد من أهم الولايات بمحافظة شمال الشرقية، فهي أحد الرموز الضاربة في تاريخ عمان المتواغل منذ القدم، كما أنها تمتاز بتاريخها الطويل وتراثها العريق. وما الحصون والقلاع والأبراج التي تزخر بها الولاية إلا خير شاهد على مكانتها العريقة وماضيها التليد. وقد حب الله هذه الولاية بمقومات سياحية وتضاريس جغرافية متنوعة قل تواجدها بين مثيلاتها من ولايات السلطنة، فهي تجمع بين الجبال الشاهقة والكثبان الرملية الناصعة والأودية المنخفضة والسهول المنبسطة والواحات الخضراء الشاسعة والعيون المائية الجارية التي تستخدم في عمليات الري. ولاية القابل شحذت الهمم وأيضا شاركت في مسابقة الولايات لهذه النسخة من مهرجان مسقط عدة أهداف من خلالها شاركت الولاية. أولها استعراض المخزون العريق الذي تتمتع به الولاية، أيضا تحفيز الإنسان العماني أن يستعرض ما لديه ويبدع أيضا في حرفته، وثالثها يا حفيظ أيضا تحفيز العمل الجماعي والتطوعي بالولاية. هذا أهم ربما تكون الأهداف، وهناك أيضا أهداف أخرى لهذه العروض التي تكون مستوحاة من التراث وهذا الروح الثقافي الجميل لتقف شاهدة على عمق وحضارة الولاية وهناك المجتمع. تفاصيل ربما مع ضيوفنا حول الولاية ومشاركتهم ومتى بدأ هذا التحضير والعمل الجماعي وأبرز المجالات والبيئات المشاركة من خلال وجود الفاضل راشد بن سعيد السديري عضو اللجنة المنظمة لولاية القابل. حياك الله أستاذ راشد. أهلا وسهلا، حياك الله، نورت المكان. أهلا وسهلا، يا حي وسهلا فيك. وكذلك أرحب بالفاضل عبد الله بن أحمد الرواحي عضو اللجنة المنظمة لولاية القابل. حياك الله، يا مرحبا مليون. يا أهلا وسهلا بك، حياكم باللقاء معكم. أهلا وسهلا فيكم، ونحن نتحدث اليوم عن مشاركة ولاية القابل، نتابع هذه التفاصيل ونتابع هذه المشاركة، وطبعا تتنوع وتتميز بطريقتها الخاصة. نبدأ معك أستاذ راشد ونتحدث عن أبرز التحضيرات والاستعدادات للولاية، كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتوجه بالشكر الجزيل لكم ولتلفزيون عمان لتحت هذه الفرصة للتحدث عن مشاركة ولاية القابل في هذا المهرجان العريق. حقيقة التحضيرات لهذا المهرجان بدأت بعد تلقي الولاية دعوة كريمة من اللجنة منظم المهرجان، وعلى ضوء ذلك تلك الدعوة قام سعادة الشيخ الوالي والي الولاية بدعوة عدد من شيوخ ورشداء وأصحاب الفن وأصحاب الخبرات في مجال الزراعة والتراث وما لذلك، وعقد اجتماع لهذا الغرض. تم أخذ عن الاجتماع تشكيل لجنة رئيسية تدير هذا التحضير بشكل عام، وأنبثق من هذه اللجنة مجموعة لجان متخصصة، كل لجنة تعمل في مجال معين. من هذه اللجان لجنة الفنون الشعبية والمتمثلة بقسمين، الفنون الشعبية الرجالية والفنون الشعبية النسائية، بالإضافة إلى القرية التراثية اللي تحوي عدد من المشغولات والحرف والتقليدات والعادات الرجالية والنسوية، أيضا جمعية المرأة العمانية التي أيضا قامت بدور كبير جدا في هذا الجانب، عندنا أيضا القرية التراثية القرية البدوية التي أيضا تمثل البيئة البدوية لكون ولاية القابل أيضا تجمع بين كل البيئات الحضرية والبدوية. لا ننسى القرية الزراعية التي أيضا لها دور كبير جدا في تمثيل سلة الغذاء الغذائي في الولاية. هذه التحضيرات التي تمت حقيقة في فترة قصيرة جدا، لأن الفترة الولاية تلقت هذه الدعوة بعد قبل بداية المهرجان بفترة قصيرة جدا، ولكن حقيقة تعاون أهل الولاية كبارا وصغارا رجالا ونساء في المشاركة في هذه الولاية كان له دور كبير جدا. وفي الحقيقة الولاية جاية ليست المشاركة فحسب، بل المنافسة على الصدارة إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق. جميل، موفق إن شاء الله. ما شاء الله أستاذ عبد الله، عندما أشاهد هذا الكتيب الصغير
وهناك تشكلت عدد من اللجان، القرية التراثية لجنة، وكذلك لجنة القرية الزراعية، الفروسية والتغذية والنقل. هناك أيضا خلية نحل كبيرة، قرابة 300 شخص هم مشاركين في هذه الولاية من أبنائها، نساء، رجال، الشباب، الصغار، الكل هنا حابنا فعلا يمثل الولاية خير تمثيل. دعنا نقترب أكثر من الأركان والمجالات التي ركزت عليها، أيضا المعرض وبعض الفنون وبعض الألعاب الشعبية وجوانب أخرى. جزاك الله خير أخي حفيظ، وشكرا على هالاستضافة، والشكر موصول للقائمين على تلفزيون سلطنة عمان على تغطيتهم الشاملة ومتابعة كل الأحداث التي تتم في هذا المجال. حقيقة طبعا اللجان شكلت من أجل التنظيم، والتنظيم دائما هو أساس نجاح كل شيء، فاجتهدنا على أساس نشكل لجان تتبنى كل المشاركات اللي راح تتقدم فيها الولاية، ووزعنا المهام على كل لجنة واختصاصها، وبدور هذه اللجان تواصلت مع الأطراف ذات العلاقة، سواء كان من فنون شعبية، حرفيين، صناع، عناصر رجالية ونسائية، وأيضا المهتمين بهذا الجانب في الولاية. نعم. طبعا الأركان اللي ركزنا عليها هي دائما اللي يخص التراث واللي يلامس التراث على مستوى الولاية، سواء كان تراث تاريخي وحضاري، أو كان أيضا الموروث الحضاري اللي يتميز فيها يعني المواطن العماني في هذه الولاية من حرف صناعية وتقليدية وخلافات. جميل. فحاولنا أن نجمع جميع هذه المكونات وننتقل بها إلى هذا المكان الطيب لتجسد الطقوس اللي يمارسها الأهالي في ولاية القابل بأسلوب مقنن ومنظم يرتقي إلى مستوى الحدث. جميل. جميل. وإحنا طبعا في ذات الحين نشكركم على الإهداء ولاية القابل نسبة لشعار الولاية الخير، فنشكركم على هذا الإهداء للبرنامج. وعودة للحديث أثناء التصفح، هنا مرفق بجدول للفعاليات بالدقائق وأيضا بالفترة الزمنية. نتحدث معك أستاذ راشد، كيف تم تنسيق هذا الجدول يعني بالتوقيت الزمني، بكيف تتم زيارة لجنة التحكيم لهذه الأركان؟ هل تم تنسيق مسبق مع طبعا اللجنة لمعرفة كل شخص مشارك بمسؤولياته، وطبعا أن يكون على وجه الاستعداد؟ هو حقيقة لم يكن هناك تنسيق مسبق مع اللجنة لهذا الجانب، ولكن هنا اللجان عملت من واقع الخبرة، ومثل ما ذكر الأخ عبد الله التنظيم هو أساس النجاح، فإذا لم يكن هناك في تقدير للوقت لكل عمل وعمل تجارب عليه لن تحقق النجاح، ولذلك لابد من عمل تحديد وقت معين لكل عمل، ومن ثم عمل التجربة لتأكد من أن العمل هذا فعلا في الوقت المناسب إذا زاد أو نقص بحاجة بسيطة، ولذلك وضع هذا الجدول بناء على دراسات معينة وحاجات معينة وحسابات معينة. نعم. لتحقيق كل عمل على حدة. جميل. جميل. أرجع لك أستاذ عبد الله، أكيد هناك هدف أسمى هو إبراز الوجهة الحضارية السياحية الثقافية التراثية لهذا البلد أو للولاية، ومخزونها الصناعي، أضف إلى ذلك الصناعات، المهن وغيرها من الجوانب الأخرى والمجالات، وما أيضا الأهداف الأخرى التي سعيتم من خلال هذه المشاركة اليوم، وأنا أشاهد أيضا الصغار وهم يتعلمون من أجدادهم وآبائهم في قرية مصغرة لتحاكي الواقع، وفعلا نسقط هذا النموذج هنا في القرية التراثية. الأهداف الأخرى بالفعل أخي حفيظ، من أهم الأهداف اللي هو إبراز الهوية الحضارية والتراثية لهذه الولاية العريقة، هي عريقة بمعنى الكلمة وتزخر بالكثير من الأعلام والشواهد التاريخية الذي عاصرها أجدادنا وآباؤنا وتوارثت من جيل على جيل. ولاية القابل يمكن أطلق عليها عروسة الشمال، الشمال الشرقية، فقد حباها الله سبحانه وتعالى بمميزات وتضاريس جغرافية قل تواجد في مثيلاتها من باقي الولايات على مستوى المحافظة. نعم. فهي جمعت بين السهل والوادي والجبال والرمال والواحات الخضراء والأفلاك، وجسدها المواطن العماني من خلال الحرف والمهن التي التزم بها وتقيد بها وظل يحافظ عليها وتوارثها من جيل على جيل. الهدف الأسمى إبراز هذا التاريخ الحضاري وهذه الهوية للولاية وما شهدته في تاريخها الماضي والحاضر من رقي ومن تقدم، وأيضا الولاية حافلة مثل ما ذكرت بالآثار، سواء كان قلاع، حصون، أبراج،
أو أيضا بالمواقع السياحية التي يرتادها السائح من خارج البلاد وداخلها. أيضا الولاية بها المقومات التي تجذب يعني المتوجه لهذه الولاية، سواء كان الموروث الحضاري، الحرف اللي مارسها أبناء الولاية من رعي ومن اهتمام بالرعي واهتمام أيضا بالزراعة واهتمام أيضا بالفنون واهتمام بكل العادات والتقاليد التي يمكن أن يمارسها المجتمع العماني بشكل عام، وهذا الهدف الأول. الهدف الثاني غرس مفهوم ومبدأ العمل التطوعي. جميل. وهذا من أساسيات العمل على مستوى الولاية، فنجد أن الولاية وأبناء الولاية كأنهم فريق عمل واحد. صحيح، وهذا ما لاحظناه. بينهم ترابط، بينهم ملحمة وحدة تجمع الفقير، المواطن، الشيخ، المسؤول، المؤسسة الحكومية، فكلهم عملوا رسمة ولحمة اجتماعية للمشاركة وتكاتفة الجهود، وبادروا مبادرة تطوعية من أجل يعني تمثيل الولاية خير تمثيل. الله يحفظكم يا رب. نعم. موفقين إن شاء الله، نحن نتمنى لكم كل التوفيق في مشاركة اليوم. لذا نشكر تواجدكم معنا الأستاذ راشد بن سعيد السديري، عضو في اللجنة المنظمة لولاية القابل، وأيضا الأستاذ عبد الله بن أحمد الرواحي، أيضا عضو في اللجنة المنظمة والمشاركة في الولاية اليوم. شكرا لكم. نكرر شكرنا وتقديرنا لكم وللتلفزيون، وننقل شكر وتقدير كل أبناء ولاية القابل على إتاحة هذه الفرصة لإبراز مكنون هذه الولاية من تراث وحضارة وفنون وما إلى ذلك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا جزيلا لكم، مبارك الله. يعطيكم العافية، بارك الله. على كل حال، هذه إذن مشاهدينا الأحبة، هذا كان حديثنا حول مشاركة الولاية، ونشكركم أيضا مرة أخرى. شكرا لك أستاذي الكريم على هذه الهدية وهذا الشعار للولاية، وهذا طبعا رمز الولاية وشهادة شعار الولاية. الله يبارك فيكم. يا حي سلام، يعطيكم العافية. احنا شاكرين لكم على هذا التواجد. يعطيكم العافية. ونستكمل بقية فقرات هلا مسقط وجوانب وزوايا أخرى ومحطات أيضا برفقة الزملاء هناك في الخارج، ومن خلال أيضا التغطية التسجيلية. نشاهد الآن أين تأخذنا الكاميرا، وبعدها إن شاء الله راجعين للأستوديو مع ضيف آخر. ابقوا معنا. مشاهدينا السلام عليكم، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي. السلطنة توقع على برنامج مشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي حول المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل. الشركة العمانية لخدمات الطيران توقع اتفاقيات مع شركات طيران الخطوط الجوية السويسرية والتركية والهندية لتقديم خدمات المناولة الأرضية ل 35 شركة. جامعة السلطان قابوس ونزوة تبحثان تطوير قاعدة بيانات معلوماتية لأشجار اللبان لتقييم التهديدات التي تتعرض لها باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية.
ما يقارب 1000 حالة ابتزاز إلكتروني في السلطنة خلال العام الماضي، والسبب سوء استخدام أجهزة الاتصال الذكية. الرئيس هادي يلتقي في الرياض المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ويحذر من فشل اتفاق مشاورات السلام اليمنية. بيانات الأمم المتحدة تؤكد أن الكوارث الطبيعية تسببت في وفاة أكثر من 10,000 شخص العام الماضي. نهاية العناوين، إلى اللقاء. فرصتك للفوز في هلا مسقط يوميا بمبلغ 100 ريال عماني لفائز واحد، وآخر الأسبوع معنا 3 فائزين لكل واحد 500 ريال عماني، ومبلغ 1500 ريال عماني لفائز واحد في آخر حلقاتنا. فقط أرسل كلمة هلا مسقط على هذه الأرقام. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في هذه المتابعات، ومسقط تتزين من خلال مشاركة الولايات المختلفة. هذه الولايات التي تشارك بعيدا عن ترتيب أو ثقافة أيضا المشاركة للمسابقة، هم لهم هذه الأهمية في أن يشاركوا بهذا الإرث وهذا التراث. 21 ولاية ترتسم، يرسم من خلالها هذه اللوحة التراثية الجميلة. لذلك كل ولاية تشارك، لا تشارك عن نفسها ولكنها تشارك بهذا الإرث لهذا البلد من خلال الزوار من داخل السلطنة وخارجها. اليوم ولاية القابل تتزيى في هذا المساء المسقطي من خلال مشاركة مميزة كغيرها من ولايات السلطنة المشاركة في هذه المسابقة. ولاية القابل شكلت قرية تراثية جميلة. هذه القرية استقطبت العديد من الزوار، فيها كثير من التفاصيل، فيها كثير من الأركان، وفيها أيضا ميزة مشاركة. كل هذه التفاصيل إجابتها لضيفتي سميرة بنت سرور البلوشية مشرفة القرية التراثية. سميرة، مساء الخير. مساء النور أخي عزيزي، أهلا وسهلا، شرفتونا، جزاكم الله. نشكركم على هذه المشاركة اليوم، مشاركة مميزة، وولايات السلطنة المشاركة في مهرجان مسقط، كل ولاية تحاول تشارك بشيء أفضل، تشارك بموروثها المختلف. الموروث العماني عام، ولكنه هناك إخراج معين لشكل معين من التراث، ولكل ولاية هوية أيضا خاصة، وهذا ما يميز السلطنة ب 61 ولاية و 11 أيضا محافظة. طيب سميرة، لو نعرف أيضا المشاهد الكريم عن أبرز أركان هذه القرية. القرية احتوت على العديد من الأركان، تشمل مدرسة القرآن الكريم، غرفة العروس، غرفة الموروث الشعبي، الحرفيات والسعفيين، التي تبرز الهوية العمانية والعادات والتقاليد والموروث الشعبي الذي ما زالت الولاية محافظة عليه لرسم صورة عن التراث العماني الذي يمثل السلطنة ككل. طيب نتحدث الآن عن أهمية وجود هذه القرى المتكاملة فيما يتعلق بهذه المفردات التراثية الجميلة.
أهمية وجود هذه القرية من خلال مشاركة ولاية القابلة اليوم؟ هي المحافظة على الموروث الشعبي والتراث، وأيضا غرس العادات والتقاليد وهوية التراث العماني لدى الأطفال في هذه القرية التراثية. اليوم القرية التراثية مشاهدي الكرام، من أول ما تدخل هذه القرية تحس أن كأنك في قرية عمانية بتفاصيل مختلفة. ما الذي يميز هذه القرية اليوم؟ تميزها عدة أركان التي تمثل السلطنة، هذه مسؤولية، وأتينا من ولاية القابل نحمل مسؤولية كبيرة على عاتقنا، وهي إبراز التراث العماني لكي يراه كل زائر من خارج السلطنة، يراه بأجمل تفاصيله، بأجمل ما عرض هنا عن الموروث الشعبي والعادات والتقاليد العمانية التي ما زلنا محافظين عليها. ما يميز قريتكم؟ ما يميز قريتنا هي غرفة العروس، الحرفيات، السعفيات، الحرفيين، الآباء الكبار الذين ما زالوا محافظين على هذه العادات، على هذه الحرفيات، على هذه السعفيات، وأيضا الأطفال الذين ما زالوا محافظين على العادات والتقاليد والموروث العماني. أكيد سميرة، نتمنى لكم كل التوفيق، مشاركة مميزة. وما شد انتباهي أيضا إنها بيئة عمانية، كل شيء من البيئة العمانية وبأيادي أيضا عمانية. نعم، بأيادي عمانية. شكرا سميرة، نتمنى لكم التوفيق. سميرة بنت سرور البلوشية وهي مشرفة القرية التراثية. شكرا سميرة، نتمنى لكم كل التوفيق، وأنتم اليوم أضفتم أيضا إضافة جديدة لمشاركة الولايات لتكتمل هذه المنظومة في مشاركة مهرجان مسقط 2019. شكرا جزيلا. جزاك الله خير، مشكور، وأحسنتم على الاستضافة. إذن سميرة كغيرها من المشاركات اليوم لازالت تكتمل هذه المنظومة إلى تاريخ 8 فبراير، وهو آخر مشاركة الولايات التي تشارك في مسابقة الولايات بمهرجان مسقط 2019. سميرة أيضا حتى من زيها هي أيضا لا زالت تحافظ على هذه الهوية العمانية، والمرأة العمانية اليوم حاضرة في كل المشاركات. لازلنا معكم نتتبع هذه الخطة التراثية، لازلنا معكم نرصد هذه المتابعات، لازلنا معكم نتألق مع كل تألق لهذه الولايات، فرحين بكل هذا المنثور وهذه المفردات التراثية العمانية. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام وبرنامجكم هلا مسقط ضمن برنامج مهرجان مسقط 2019، لنتواصل ونفرح. تاريخ الحاضر جاري، وعماننا وعماننا سهل وصحاري، تاريخها الحاضر الحاضر جاري. يشهد المسرح الرئيسي للعروض العالمية العديد من العروض اليومية الشيقة تقيمها مجموعة من الفرق المتخصصة بهدف إمتاع الزوار بعروض بهلوانية وفنية متنوعة. مشاهدنا الكرام، دعونا نتعرف على هذه العروض أكثر. يقدم على المسرح الرئيسي بمتنزه العامرات العديد من الفقرات اليومية، من عروض فلكلورية وعروض الإكروبات وعروض الخفة والخدع البصرية وغيرها من العروض المختلفة التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع ومع زوار المهرجان. وتهدف هذه العروض إلى إمتاع الزوار وإسعادهم والتعرف على ثقافات الدول الأخرى وأهم الفنون التي تقدم في الدول المشاركة. وتلقى هذه العروض تفاعلاً كبيراً من قبل الزوار بشكل عام والأطفال بشكل خاص، نظراً لما تتمتع به من لوحات بصرية جميلة مصحوبة بإيقاعات موسيقية مميزة. لعشاق العروض الفنية والبهلوانية، أنتم على موعد للاستمتاع بشكل يومي بعروض مختلفة تقام يوميا هنا بمتنزه العامرات على المسرح الرئيسي، ونلتقيكم مع فعالية أخرى، وإلى اللقاء. أعمالنا سلم وسلامة، في أرضها تنبت غمامة.
إذن مشاهدينا الأحبة بكم يحلو هذا اللقاء المسائي، وشكر موصول إلى زميلة علياء صواعية، هو التقرير الأول لها في هذا البرنامج، وكانت ربما تقترب من جوانب عروض عالمية فلكلورية وأكروبات وأيضا مشاركات جميلة على المسرح المفتوح إلى عدد من المسارح أيضا الأخرى. هناك تقدم بشكل يومي بعض الفنون، بعض الأهازيج، بعض أيضا هذا التواصل الفكري الحضاري الجميل بين الدول وبين السلطنات. إضافة إلى مشاركة الولايات مثل ما نذكر دائما حفيظ، هناك أيضا الفعاليات الأخرى، وهذا ما فعلته علياء تغطيتها لهذا المسرح إضافة إلى المسارح الأخرى. اليوم هناك أيضا فعاليات خاصة بالكشافة والمرشدات، سنتحدث عن تفاصيلها لاحقا. أيضا إضافة إلى ذلك كنت أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والحساب الخاص بمهرجان مسقط يتحدث عن الجولة الثانية من الانجراف، طبعا الفعاليات الرياضية تأخذ حيز واهتمام الشباب في هذا المجال، وطبعا التغطية متواصلة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان وأيضا الخاصة بالجمعية. أكيد هذا ما ركزت عليه اللجنة المنظمة من خلال التنويع ومن خلال الثراء. نشاهد لقطة جميلة من مخرج البرنامج وزاوية أيضا لمشاركة أحد الأركان وأحد كبار السن. إذا نحاول معكم نتجول بين فينا وأخرى في ركن معين في موقع لنظهر لكم كل ما يحدث في أرض المهرجان اللي ربما ما تمكن أن يكون حاضر في هذا المهرجان. من خلال متابعتكم لهلا مسقط ستتعرفوا إن شاء الله على كل المشاهد وكل الأشكال بتفاصيلها. والآن إلى الزميلة تاج البلوشي، وهناك أيضا ضيوفها ومشاركة ولاية القابل، لك الكلمة تاج، يا هلا فيك مرة أخرى. شكرا حفيظ، وأكيد نحن اليوم نتحدث أيضا عن جانب مهم من جوانب التي تشارك بها ولاية القابل، وهو جانب الفنون التقليدية العمانية. والمتتبع للفنون التقليدية العمانية دائما يعلم بأن هذه الفنون ما نشأت من فراغ، وإنما نشأت من الحالة الاجتماعية التي كان يعيش سكانها أو سكان هذه المنطقة، كيف كانت حالتهم الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، وكل هذه الأشياء كلها تتجمع مع بعضها البعض وتكون لنا فن أيضا تعبر عن الأوضاع التي كان يعيشها أهالي تلك الولاية أو تلك المنطقة. أيضا فن الرزحة من الفنون العمانية التي تتواجد بشكل كبير في ولاية القابل، وبالتأكيد مدام أنه ولاية القابل شعارها الخيل، فأكيد لما نتكلم عن الفروسية نتكلم عن الرجولة، عن استعراض، عن المبارزة، فأكيد يتواجد هناك فن الرزحة. معي هنا من هذه الزاوية الشاعر عبد الله بن عامر الغنيمي، وهو شاعر وأيضا مشارك في فن الرزحة اليوم من ولاية القابل. أهلا وسهلا. مرحبا بكم، كيف حالكم؟ عساكم بخير، أسعدتونا اليوم باللقاء وأتحفتونا بالسعادة والسرور من الجمهور وجميع من حضر هذا المهرجان، بالإضافة إلى أظن أعتقد أن حتى في القنوات والإعلام ما شاء الله عليه باث ومكفي وموفي. أكيد هذا واجبنا وهذا دورنا، أن أيضا نحن نبث هذه الروح الجميلة اللي جايين فيها أنتم من ولاية القابل. اليوم نتكلم عن فن الرزحة، وكنا ندردش أنا وأنت أن فن الرزحة هو من الفنون اللي دائما الرجل فيه يستعرض مهاراته أو فروسيته، أو هو فن للمبارزة بين شخصين. وصف لي أكثر الفن وخلينا قريبين منا، خلي المشاهد يتعرف على الفن بشكل مبسط قبل ما نسمع بيتين من شعرك. الشعر سبحان الله، الشاعر دائما مثل الفنان مثل المصور، ينقل الحدث بكلماته، والكلمات طبعا يعني رنانة خاصة المستمع يطرب لها يوم توصف أي شيء بالشعر. سبحان الله، إن من الشعر حكمة ومن الشعر سحر، يعني هذه الحقيقة. أما بخصوص الرزحة، طبعا الرزحة محبوبة خاصة في المجتمع العماني وجميع فئاته، فتحصل الرزحة هي أم الفنون أو أساس الفنون التقليدية العمانية. طبعا فيها شعراء، فيها زفافين، فيها ناس معربية يشل اللحن، في ناس أصحاب زانة وطبل إيقاع، فما شاء الله بحر ما لا قصى خاصة فن الرزحة. صحيح، ودائما أيضا الأشخاص اللي يمارسوا فن الرزحة ما يكونوا أشخاص عاديين، دائما في بعض الأحيان يكونوا أشخاص لهم مناصب أو لهم مكانة مهمة في المجتمع. أنا أكيد ما راح أطول أكثر وأتكلم عن فن الرزحة، أنا حابة أني أستغل الوقت معاك وأسمع كذا بيتين من الشعر اللي تقولهم مثلا في الرزحة، أو الشلة اللي تقولوها في الرزحة، أو أي بيت شعر ثاني أنت حاب اليوم تسمعني إياه. ترى هو شوف، أنا بما أني أنا شاعر
دائما افتتح الاشياء يعني بتسلسلها، يعني بداء بالدخول ومن ثم وصولي الى المحفل، محفل الرزحه، ومن ثم ادلي الاشعار بجميع الحانها. طبعا يسمى له شله الدخول، وهذه شله الدخول تدخل الى المحفل، فيبدي الشاعر مثلا يقول باني بدي تحيات السلام وباني ادي فروض وايبه. طبعا لازم فيها من لا لا لي لا لي لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا لي لا لي لا لا لي 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 بدي تحيات السلام باني ادي فروض وايبه. طبعا هذا الصف الواحد، والصف الثاني يشل لا بيت انتو سنادي للزحام عصبتي يوم حل النايبه. طبعا هذا المزمل، هذا الشله الهبيه اللي ندخل بها على المقام، طبعا مقام الطرب. ومن ثم تبدي الالحان من نايحه سمالها نايحه القصيره ونايحه الطويله، نايحه اللال ومن ثم النايحه الطويله، ومن بعد ذلك شله وداع. ايوه هي اللي بعد ما اللي انت قلته يبدا تدخل الالات الايقاعية. ايوه ويبدا الرجال ايضا يتنافسوا ويتبارزوا من الصفين المقابلين. طبعا لان يوم تدخل الى المحفل لازم يلتقيك صف من اهل المنطقه او اهل البلد او لا ويرحب بك، ومن ثم عاد انت تبدي بما عندك، من ثم الشاعر اللي موجود الشاعر اهل البلد يجاوبك على حسب القافيه وعلى حسب المعنى والمغنى. اكيد هو فن مبارزه جميل، وايضا فن لاستعراض مهارات الرجال ومهاراتهم في السيف، في القتال، في مثلا الفروسيه، في الشعر وغيرها من الاشياء اللي يبارزوا فيها. اشكرك جدا شاعرنا واتمنى لك التوفيق جدا. شكرا شكرا. واشكر المستمعين والمشاهدين في قنوات عمان الثقافيه، فجزاكم الله خير. نعم نعم، تلفزيون سلطنه عمان. نعم شكرا شكرا، يعطيك العافيه. اسمحوا لي، بارك الله فيك. شكرا. اذا للفنون الشعبيه هنا حضور، للرزحه ايضا حضور مميز، واكيد نحن استمتعنا بمشاهده فن الرزحه في بدايه هذا اليوم. دعوه للجميع لزياره متنزه العامرات او متنزه النسيم والاستمتاع بفعاليات ومناشط مهرجان مسقط لعام 2019. نعود معكم الى الزملاء. اهلا وسهلا بكم متابعينا الاحبه. اليوم زيارتي لمؤسسه ثقافيه تعليميه تربويه واجتماعيه هادفه، مكتبه المعرفه العامه. اكثر تفاصيل عنها تابعونا. هناك مجموعة واسعة من الكتب، وتهتم المكتبة لتوسيع قدرة التعلم لدى الطلاب والباحثين والمواطنين وتعزيز قدراتهم التعليمية والبحثية من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة من المعارف البشرية. هناك بعض المرتادين للمكتبة من مختلف الفئات، فئة الطلبة الدارسين بالمدارس والمعاهد والكليات والجامعات الحكومية منها والخاصة. فئة المثقفين، الأشخاص المهتمين بزيادة معارفهم واطلاعهم لكل ما هو جديد ومفيد في مختلف جوانب المعرفة البشرية.
فئة الباحثين يمثل هذه الفئة الباحثين عن المعلومات لاستكمال دراساتهم العليا أو بما يتعلق باحتياجات وظائفهم. الجمهور العام مجموعة من المستفيدين الذين يقصدون المكتبة بغرض استخدام الانترنت أو لقراءة الصحف اليومية وبهدف البحث عن معلومة عاجلة. هناك أيضا قاعة خاصة في المكتبة لمرتاديها، غرفة المناقشة لتنفيذ مشروع ما أو للمذاكرة. مكان هادي ومخصص للدراسة والبحث العلمي. دعوة مني لكم أعزائنا المتابعين لزيارة المكتبة وتحقيق أقصى استفادة من خدمات المكتبة ومصادرها، وخلكم دائما على تواصل وفرح. أعمالنا سلم وسلامة، في أرضها تنبت غمامة، في أرضها تنبت غمامة. كل الشكر للزميل رياض الفوري على هذه التغطية الواسعة والشاملة أيضا لمختلف المواقع في العاصمة مسقط. هناك تغطية ثقافية مثل ما تابعنا الآن من خلال المكاتب المختلفة، تغطية ثقافية أيضا تتعلق بالمتاحف، هناك أيضا تغطية سياحية فنية مثل الأوبرا وغيرها من المواقع التي تجذب السائح أثناء زيارته للمهرجان. أكيد مثل ما تفضلت، إحنا بدورنا محاولين إلى جانب المهرجان أن نخصص مساحة مع زميل رياض الفوري ليتجول حول أبرز وأجمل المواقع السياحية أو التاريخية أو التراثية كمرشد سياحي للمشاهد الكريم. نعم. وكذلك ربما بدورنا احنا من خلال هذا البرنامج نعطي ايضا بعض المعلومات الاضافيه حول ما يتعلق بالمهرجان. الزملاء يتجولون في مختلف المواقع، رياض ايضا يتجول في مسقط، ونحن نتجول ما بين متنزه العامرات وايضا متنزه النسيم بالعدسه، هناك مع الزميل احمد المعمري. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاهدين الكرام، وعوده لكم مجددا من هنا من متنزه النسيم، حيث هذه الاجواء الشتويه الرائعه. اليوم يوم مميز، يوم رائع بحضور وزوار مهرجان مسقط اللي توافدوا علينا من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. وقفتنا القادمة مشاهدين الكرام عن مجال رائع جدا، مجال يتحدث عن المواهب، يتحدث عن الإبداعات الشبابية. فريق جميل أسسوه مجموعة من الشباب سعوا لأن يبحثوا عن الموهوبين بمختلف مجالاتهم، سواء مواهب التصوير، مواهب المونتاج، مواهب الأدبية، المواهب الفنية. تفاصيل أكثر عن هذا الفريق، فريق ملاذ الطير للمواهب التطوعية، نتحدث من خلاله مع ضيفتنا صالحة بن جمعة السعدية رئيسة فريق ملاذ الطير للمواهب التطوعية. مساء الخير أستاذة صالحة. مساء النور أستاذة، شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية. كذا نتحدث مع المشاهد الكريم عن هذا الفريق وأهم أهدافه وأدواره اللي يقدمها. طبعا جاءت فكرة تأسيس الفريق من إدارة منال العربية أن ننمي مواهب وإبرازها للمجتمع. الفريق فيه 8 أقسام. نعم. الفنون التشكيلية، الرسم، الإعلام، المشغولات اليدوية، تصميم الجرافيتي، تصميم والإنتاج، العمل الخيري. وبالإضافة إلى الإذاعة إن شاء الله. ما شاء الله عليكم. الجميل معكم واللي لفت انتباهي أثناء عرضكم أنكم تسعوا بقدر الإمكان أنكم تستقطبوا مختلف المواهب. في ماذا بعد ذلك، يعني بعد ما تحصلوا هذه المواهب، إيش الهدف منهم؟ إيش الهدف؟ إيش اللي بتعملوا لهم يعني؟ نعمل لهم محاضرات ورشات تدريبية وكذا، يعني ننميهم بشكل أفضل، نجيب لهم مثلا مدربين معتمدين أساس إنه في إضافة في الأساسيات، في الأشياء الثانية اللي هم تكون ما عندهم خلفية عنها. نعم، يعني تقدموا لهم مجموعة من الورش، ورش العمل، مجموعة. نعم. من المحاضرات. أيوه. اللي تنمي وتصقل هذه المواهب اللي عندهم. تنمي، نعم، وتصقل هذه المواهب وتطورها بشكل أفضل. نعم. أعضائكم وأيضا المنضمين إليكم في هذا الفريق
هم هل من مكان معين أم هل بيئة محددة مثلا؟ لا 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 ما شاء الله عليهم معانا من عمان وخارج عمان معنا موجودين في نفس الفريق. أيوة في نفس الفريق. طبعا عددهم الوقت الحالي 150 شخص ما شاء الله عليكم. أيوة ولنا مشاركات طبعا في دول الخليج في الوطن العربي. طبعا في الوطن العربي الأشياء التراثية في الجانب التراثي. أيوة. إذا أنتم تجمعوا بين الجانب التراثي والجوانب الأدبية والجوانب الفنية. نعم معنا في الأدبية طبعا عندك الأشعار شعر مثلا عندك الأناشيد. نعم. عندك التمثيل المسرح. المسرح. أيوة ما شاء الله عليهم. بكرة إن شاء الله بتكون في مسرحية اللي موجودة في النسيم. نفس الفريق يعني. نفس الفريق. نعم. وفي بعض منهم حصلناه مني من خلال تجوالهم معنا وزيارتنا للرتن. نعم. حبوا انهم يشاركون معنا ما شاء الله. بالعكس انا رحبتهم يعني ممتاز جدا. ايوه يعني. من سمايل طبعا هم يكون اذا هنا راح يكون يعني تمثيل على ارض الواقع ل نعم. لمتطوعين في الفريق بيقدموا هذه المسرحيه. وين بيكون ان شاء الله؟ على مسرح الطفل. ايوه اذا هذه دعوه نقدمها للمشاهد الكريم ان بكره ان شاء الله فريق ملاذ الطير للمواهب التطوعيه راح يقدموا ان شاء الله مسرحيه وجانب من جوانب الفنون اللي ايضا تقدم في هذا الفريق راح تكون على مسرح الطفل. هنا ودعوه لكم للمشاهده. تستاهلون يعطيكم الصحه والعافيه. ايضا لاحظنا ان معكم ركن اخر ركن الرسم والمشغولات اليدويه. ما شاء الله بالنسبه حق الرسم معايا فهد الفاخري يرسم على الرمل طبعا ما شاء الله عليه. معايا الاستاذ محمد خطاط. مجموعه من البنات بعد يعني في الخط. اذا الرسم يعني مختلف الفنون هي موجوده. تحاولون انكم بقدر الامكان تجمعوا مختلف الفنون مختلف المواهب تكون معاكم مشاركه في هذا الفريق. نحاول بقدر المستطاع ان نجمع يعني على اساس الناس تكون على علم ودرايه. ممتاز جدا ان يكون يعني هناك اهتمام بالمواهب وفريق تطوعي يسعى لتنميتهم ويسعى ايضا لصقلهم ويسعى لتدريبهم وايضا ابراز هذه المواهب وتنميتها للمجتمع. لان شفنا في بعض الشباب او بعض البنات معاهم هذه الهوايه ولكن ما محصل حد يعني طريقه الوصول. نعم. يعني كيف يوصلونها وكيف الناس تكون عارفه هذا؟ زين نخبرهم احنا كيف طريقه التواصل معكم؟ كيف يقدروا يوصلوا لكم ان شاء الله؟ طبعا من خلال الواتساب، الانستغرام، التواصل الاجتماعي طبعا بشكل عام. موجود التواصل الاجتماعي باسم ملاذ الطير؟ ايوه باسم ملاذ الطير التطوعي. نعم. مطويات موجوده، في تويتر موجود، في كل مكان ما شاء الله. وايضا دعوه لزيارتكم في الركن هنا في ركنكم الموجود بجانب القريه التراثيه. نتشرف فيهم تشريف بالعكس اي شخص. حاب ان يزور الركن نحن موجودين في المؤسسات الحكوميه طبعا في الخيمه. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في فريقكم وان شاء الله يكون يعني يحقق اهدافه من خلال هذا المهرجان وايضا ان نتعرفوا عليه الزوار في مختلف المجالات. في كلمه اخيره تودي توجهيها للمشاهد الكريم وايضا لزوار المهرجان. الكلمه الاخيره اللي احب اقولها بامانه اللي عنده طفل اخ اخت وعنده موهبه وعنده شغف وهذا المجال اتمنى انه يكون في النسيم معنا سواء عضو او يعني مشاهد او حضور نحن نرحب فيه. ونشكر المهرجان بعد بامانه والمذيعين والاداره على استضافتهم لنا. اذا كل التوفيق لكم ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق في هذا الركن وايضا نوجه دعوه لكل المشاهدين الكرام انهم يزوروا هذا الركن ويتحاولوا يتعرفوا على هذه المواهب عندهم مختلف المجالات اللي يستقطبوا من خلالها المواهب. نستكمل ان شاء الله ما تبقى من هذا البرنامج مع هناك زملائنا في العامرات. اعمالنا سلم وسلامه في ارضها تنبت غمامه. اذا تتزين اليوم اجواء المهرجان بالوان جميله والوان متنوعه من الوان ولايه القابل، نركز اليوم على جوانب مختلفه وننقل ايضا جوانب مختلفه ومتنوعه لولايه القابل. شدني كثير الالوان الجميله للازياء العمانيه اللي ترتديها المراه وايضا الطفل اللي يرتدي هذه الملابس الاصيله، هذه الملابس الجميله، هذه الملابس اللي تعبر عن ثقافه المجتمع في وقت سابق، هذه الثقافه اللي كانت موجوده. كل هذه الأشياء الملابس، الثقافة، الألعاب الشعبية اللي يمارسوها الأطفال، الفنون الشعبية التقليدية كلها يعني تعبر عن ممارسات الشعوب في السابق، تعبر عن حياتهم الاجتماعية، أيضا تعبر عن التبادل الثقافي أو التبادل الحضاري اللي كان يتم بين الولايات أو المناطق. يعني أنا قبل شوية أيضا شاهدت في يعني وهم يمارسوا الفن ماسكين آلة اليم، وآلة اليم من الآلات
هي آلة يعني بحرية تم اكتشافها على المناطق الساحلية، لكن كيف وصلت إلى ولاية القابل؟ معناته أن هناك كان في تبادل حضاري وثقافي مع مختلف الثقافات المختلفة هنا في الولايات في السلطنة. نتكلم أيضا عن ألوان الثقافة، كيف هذا أو هذا المجتمع توصل إلى هذا النوع من التطور في الأزياء، هذه الأناقة، هذه أدوات الزينة، بدءا بالألوان، بالزخارف اللي يستخدموها في الملابس مثل ما ملاحظين ملابس المرأة العمانية الكبيرة، أيضا الأطفال بالنسبة للأطفال البنات وأيضا الأولاد في تنوع في ألوان، في مزج بين خامات متعددة. إذن كيف وصل الإنسان إلى هذا التطور؟ أكيد عبر التبادل الثقافي، عبر أيضا سلسلة كبيرة من الأحداث الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تمر بها الولايات. إذن هذا جانب حاولنا إبرازه من جوانب ولاية القابل. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية المتواضعة، ونعود معكم مرة أخرى إلى الزملاء. شكرا لك تاج على هذه التغطية المنوعة والشاملة أيضا والمثرية التي أضافت أكيد معلومات لربما للجميع من خلال زيارتهم ومتابعتهم لمختلف الفعاليات، أم أيضا من خلال متابعتهم للبرنامج. بالفعل تحدثتي عن التبادل الحضاري والثقافي ما بين الحضارات وما بين الولايات، أيضا امتداد السلطنة من شمالها إلى جنوبها هو ما أسهم إلى إثراء هذا التنوع الجغرافي التضاريسي المعرفي التراثي. أيضا تحدثنا في بداية الحلقة حفيظ عن التنوع في الفنون العمانية المغناة، صحيح. بعض الفنون التي لربما تتكرر من ولاية إلى أخرى، بعض الفنون أيضا ما تتميز بها الولاية حيث لربما لا نجدها في ولاية أخرى أو لا نجدها في محافظة أخرى. هذا الامتداد طبعا الذي ساهم في إثراء المعرفة القيمة طبعا للسلطنة والهوية التي نسعى أن نحافظ عليها. هناك أكيد تشابه إلى حد كبير في هذه العروض أو الفنون، لكن تبقى الخصوص التي تنفرد بها كل ولاية، مما تضيف قيمة إنسانية، قيمة أيضا حضارية وثقافية للمكان والزمان. مشاهدين الأحبة، من خلال هذه المساحة ومن خلال أيضا متنزه العامرات والنسيم تشارك عدد من المؤسسات الرسمية أو الخاصة أو القطاعات أو الجمعيات الأهلية أو الفرق التطوعية أو أيضا أي كان على مستوى أفراد أو جماعات، إضافة إلى القرية الكشفية. ما هي قصة هذه القرية الكشفية وأهم البرامج التي تقدمها والمعرض المصاحب لهذه القرية هنا بمتنزه العامرات؟ حديث أوسع ربما بشيء من التفصيل معي الفاضل يعقوب بن عبد الله المقبالي، عضو اللجنة المشرفة على القرية الكشفية. حياك الله أستاذ يعقوب. أستاذ حفيظ بارك الله فيك، حقيقة نحن سعداء جدا في بداية الأمر على هذه الاستضافة، وأيضا على أيضا إتاحة الفرصة للمديرية العامة للكشافة والمرشدات للمشاركة في هذا المهرجان، فلهم جزيل الشكر والثناء. يا حي جميل. طبعا القرية الكشفية هي الأولى من نوعها في مهرجان مسقط، ولكن سبق وانطلقت في مهرجان صلالة. نتحدث عن فكرة إقامتها في هذا المهرجان واقتناص هذه الفرصة من أجل أيضا الاقتراب من زوار المهرجان. بالضبط أختي، ما طبعا بالنسبة للقرية الكشفية والإرشادية لهذا العام طبعا ولأول مرة تقام أيضا في مهرجان مسقط، سبق ومثل ما ذكرتم أقيمت في مهرجان صلالة، وهذه السنة أيضا بعد النجاح اللي حققته أيضا في مهرجان صلالة ارتأت المديرية العامة للكشافة والمرشدات على إقامة هذه القرية في مهرجان مسقط. ولله الحمد طبعا مثل هذه المناشط والفعاليات التي تقام للمجتمع أيضا تبرز أدوار الأنشطة الموجودة فيها، وإحنا أيضا كمديرية عامة للكشافة والمرشدات بدون أيضا سعينا أيضا لإبراز النشاط الكشفي والإرشادي. جميل. وما يقوم به النشاط الكشفي والإرشادي في الوحدات الكشفية في المدارس أو على مستوى أيضا عشائر الجوال والجوالات للمجتمع، ويتعرف على ما هي الأساليب وما هي الطرق اللي أيضا يستفيد بها أبناؤنا الفتية والفتيات في النشاط الكشفي بشكل عام. جميل أستاذ يعقوب، الكل متشوق أنه يعرف أكثر عن القرية الكشفية، مكونات القرية الكشفية، أيضا المعرض المصاحب لهذه القرية من خلال لوحات تجسد مسيرة الحركة الكشفية في السلطنة وأهم النشاطات والبرامج والعروض اللي قدمتها، إضافة إلى الفرقة الموسيقية الكشفية. نعطي بعض الملامح طبعا عن هذه الجوانب أستاذ حفيظ. بالفعل مثل ما ذكرت القرية الكشفية طبعا تحتوي على عدة جوانب،
فالزائر يجد ايضا اول ما يدخل للقريه الكشفيه، طبعا احنا في التقاليد الكشفيه والارشاديه ايضا هناك المخيم، فمن المخيم الكشفي والارشادي كان هناك ايضا سيجد الزائر اول ما يدخل البوابه الكشفيه وايضا السور الكشفي بالاضافه الى ساريه العلم، وهذه هي ايضا متواجده في كل مخيماتنا الكشفيه والارشاديه. كذلك ايضا اخي حفيظ راح يجد الزائر مجموعه من الورش التي ايضا هذه الورش يستفيد بها الفتيه والفتيات المنضمين او المنتسبين للحركه الكشفيه، يستفيدوا ايضا من تنميه قدراتهم ومهاراتهم، وايضا تحقق ايضا هذه الورش ايضا تحقق لهم مكسب من ناحيه التطبيق العملي وايضا الاستفاده من هذه الورش في مختلف جوانب حياتهم. ايضا بعد هذه الورشه راح يتعرف الزائر على المعرض الكشفي مثل ما ذكرت استاذ عزيز. المعرض ايضا يحتوي على مجموعه من الصور ايضا تجسد المسيره الكشفيه في السلطنه، بدءا ايضا من تاسيسها من عام 1932 مرورا ايضا بحقبه جميله ايضا ذكرى تنصيب حضره صاحب الجلاله كشافا اعظم، وكذلك ايضا مسابقه التفوق الكشفي والارشادي، وايضا بالنسبه لي ايضا اللاسلكي وطبعا مشاركه فريق الدعم الفني في هذا الجانب. كذلك هناك مجموعه من الاعمال الرياديه والنماذج الكشفيه موجوده في القريه الكشفيه، وايضا الخيام المستخدمه في المخيمات وايضا الادوات المستخدمه. طبيعه الحال احنا نريد ايضا ان نري الزائر الكريم ما يمثله النشاط الكشفي وما يتضمنه في المخيمات الكشفيه، وما يستفيده ايضا ابنائنا الكشافه والمرشدات في مشاركتهم في هذه المخيمات او في الفرق الكشفيه والارشاديه. بشكل عام نحن نعلم تماما بان الانشطه هي مكمله اصلا للمناهج الدراسيه والمقررات الدراسيه، فبالتالي ايضا تزرع فيهم ايضا حب القياده، وايضا تزرع فيهم القدره على اتخاذ القرار. طبيعه الحال كل اولياء الامور يفخر بان يكون مثلا ابنه قائد لمجموعه او ايضا يستطيع ان صحيح تبني في شخصيه الطالب. نعم صحيح. نعم جميل. هذه القريه الى متى مستمره؟ مستمره لنهايه فعاليات المهرجان باذن الله تعالى، مستمره لحد نهايه هذا الشهر باذن الله تعالى، لحد نهايه المهرجان ان شاء الله. وفيها ايضا نماذج كشفيه؟ نعم، وايضا هناك بعض البرامج المصاحبه للقريه الكشفيه، اذكر على سبيل المثال مسابقه التصوير ايضا لقطه. نعم. وعلى حساب الانستغرام بالمديريه العامه للكشافه والمرشدات، وهي ايضا دعوه للجمهور للمشاركه ايضا ان تكون الصوره ملتقطه داخل القريه الكشفيه، ايضا مفتوحه للجميع سواء مواطنين او مقيمين محترفين او هواة، فنأمل ايضا اكيد ان شاء الله اكيد في راح تكون متابعه لهذه القريه الكشفيه اول باول، وراح نزوركم ان شاء الله خلال اقرب فرصه، وايضا عمل تقرير لاركان القريه مكوناتها والمعرض المصاحب لهذه القريه من خلال الصور اللوحيه والضوئيه. شكرا لك استاذي، يعطيك العافيه، بارك الله فيك، احسنت. جزاكم الله خير. كان معي يعقوب بن عبد الله المقبالي، عضو اللجنه المشرفه على القريه الكشفيه، وهذا الحديث الكشفي. طبعا احنا متواصلين يا حفيظ من خلال هذه صفحات المهرجان المنوعه وصوغات المهرجان، ولكن نذكركم بعد دقائق قليله سنجري السحب على ثلاثه فائزين من خلال المشاركه في هلا مسقط، ترقبوا السحب، ولكن قبل ذلك ننتقل مع الزميل محمد المخيني وصوغات المهرجان. صوغات المهرجان برعاية المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. مساكم الله بالخير، صوغات المهرجان ياتكم مرة ثانية من مسقط جراند مول، بنسولف وبندردش مع زوار مسقط جراند مول ومن بياخذ صوغاتنا وبناخذ الأولي. نتعرف عليك رشاد، راشد سعيد الهلايه. رشاد نعم جاي تتمشى في المول
اي نعم جاي اخذ غرض بسيط وطالع. طالع ما جيت المهرجان؟ لا 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 زرت المهرجان. وين رحت؟ رحت النسيم وبعدين رحت العامرات. العامرات جميل. عجبك العامرات؟ اكيد. لان قريه تراثيه هناك؟ اكيد. كانك غاوي فن. اوه مره مره. من وين انت؟ انا من ولايه بهله. من بهله والنعم. ايضا مطلوب عليك فن. والله بعطيك رزحه بسيطه كذا. هات قولها. ولا يهمك. والخيل عزت الرجال يومين تراهن مقبلات يومين تراهن مقبلات تفرح بهن يوم القتال يلهين عوايد شهيرات يلهين عوايد شهيرات. يا سلام. متى افتتح المستشفى السلطاني؟ المستشفى السلطاني 87 84 82. 87. يا سلام عليك. وفتح عام 1987. ياتك الصوغات. ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تستاهل. وبطاقات حياك من عمانتل تستاهلهم. المها لتسويق المنتجات النفطية. عبي من المها وروح هين. أروح ما أبغى أروح المهرجان طبعا. روح المهرجان. وأيضا الشعلة للعطور قدموا لك العطورات الطيبة. الديوانية للحلوى العمانية قدموا لك الحلوى الطيبة تستاهلها. وأيضا بوينتس أوتو كار قدموا لك كوبون بقيمة 50 ريال. العسل النحلة الذهبية من العسل الطيب حقيقة أنا جربته عندهم فرعهم في سوق السيب. أباكم تروحوا له وتيربونه 50 ريال. وأيضا ومستشفى برجيل عطوك حزمة فحص أمراض القلب الله ييركم إن شاء الله من أمراض القلب بقيمة 75 ريال. مستشفى برجيل ما شاء الله الدش ما كأنك مستشفى كأنه فندق 5 نجوم راقي جدا 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 وكل التخصصات عندهم. وأيضا هدية مقدمة من مركز شاطي القرم الطبي وتستاهل الهدية. أشوفك وايد شلي. والله زين زيدني بعدك. حياك الله. جزاك الله خير. أول تأخذون الصوغات عقب تمشون المهرجان. حبيب والله أنت. ها؟ حبيب. وإن عطيتكم وحدة والله ثنتين قولوا لي هيش. زيدني. صبر قبل لا نعطيكم الصوغات. في أي ولاية يوجد جبل شمس؟ في ولاية الحمراء. خاشمك أنت شلك شغل خاشم دكاني؟ ما أعرف ترى هو جاوب. لكن أنا مغشش إنه أنت مغشش إنه أسمكم يا هالعبري ذيابه. الحمد لله والنعم فيكم. حياكم الله. طبعا الجوائز اللي بنعطيكم ياهن بيكونوا بالنص بينكم وبين بعض. 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بطاقات حياك من عمانتل. هل مشاركين في برنامج مكاسب؟ والله الكذب خير. لا برنامج مكاسب انك بدل لا تصرف فلوسك لما تعبي مثلا بطاقه حياك ويروح افضل انك تشارك في البرنامج يعطونك مكانها نقاط وتعوض النقاط برصيد مجاني بانترنت بقسائم تسوق. تم تم مع مكاسب. روح يلا عطني ثنتين. حلو اللون. ها؟ حلو اللون. اقول لك انا بعطيك انت اللون الوردي وبعطيه هو اللون الثاني. 25 ريال من المها. انزين تعبون تعبي وقود وصاحبك ايضا 25 ريال من المها يعبي وقود. والمها طبعا هي الاكثر انتشارا في ربوع عمان الحبيبه واللي طبعا تخدم المواطن والمقيم والتنميه في السلطنه. اكثر المحطات انتشارا في عمان هي محطات المها. المها. وايضا الديوانيه للحلوى العمانيه قدموا لكم هالحلوى الطيبه يسدكم. زيدني ان شاء الله. الشعله للعطور قدموا لكم هالعطورات الطيبه بقيمه 50 ريال. عندهم فرع في الافنيوز وفروعهم كثيره في صلاله. ها زيدني ان شاء الله. حزمه فحص امراض القلب هذه القسيمه مقدمه من مستشفى برجيل عندهم فرع في الخوير وعندهم فرع في العذيبه بقيمه 75 ريال. وايضا بوينتس اوتو كار بالدور الارضي قدموا لك كوبون بقيمه 50 ريال. وايضا تنظيف وتلميع وصيانه الاسنان من مركز شاطي القرم الطبي بقيمه 50 ريال. والنحله الذهبيه للعسل الطبيعي كوبون ب 50 ريال. يسدك يسد.
طمع مش كذا. شفت هلال خلصوا من عندنا هدايا؟ لا والله ما شفت. سؤالنا يقول ما اسم المضيق اللي تطل عليه السلطنة؟ مضيق هرمز. ايش تقول انت؟ هرمز. لا الديرو قايل كما صاحبي. لا هو هرمز. ها؟ هو هرمز. ها؟ هو هرمز. هذاك عامر فليت يقول لكم لا. والله ما علينا منه. والله ما. يمكن يغلطنا باخر الرجال. بيكون يباكم تاخذون من الصوغات اللي ورا. لا انه خذ من عندك طالع ورق. بتاخذ تستاهلون واجابتكم الإجابة الصحيحة وينكم الصوغات 50 ريال. طبعا الجوائز لكم اثنين، 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بطاقات حياك مقدمة من عمان تل تستاهلونها، المها لتسويق المنتجات النفطية وقودكم علينا تستاهلوا الوقود، الخميس للأحذية كوبون بقيمة 50 ريال تستاهلونها، الشعلة للعطور عطورات بقيمة 50 ريال تستاهلونها، الديوانية للحلوى العمانية ب50 ريال تستاهلونها، ومركز شاطي القرم هذا طبعا لتنظيف وتلميع الأسنان ب50 ريال تستاهلونها، وأيضا حزمة الفحص الطبي الشامل من مستشفى برجيل بقيمة 170 ريال تستاهلونها، وأيضا بوينتس أوتو كار ب50 ريال تستاهلونها، والنحلة الذهبية قدموا لكم هالعسل الطبيعي ب50 ريال تستاهلونها. يا الله ايش ايش زيد وش تقول انت؟ بس هذا الزياده عاده على الصوغات اللي وعاي، واما اني خلصت. وصلنا معاكم للختام على امل اللقاء معاكم بجولات اخرى بامان الله. مع كل صباح تبدا قصه جديده وشغف نحو النجاح. حتى مع الحياه البسيطه نسعى لمعايشة الواقع بتحدياته. بسواعدنا نبني الوطن إلى آفاق جديدة وتطلعات أسمى نحو التزام حقيقي. معا نرسم المستقبل. مشاهدين الكرام لازلنا معكم من خلال هذه التغطية لفعاليات ومناشط مهرجان مسقط، ونتحدث اليوم عن هذه المشاركة الجميلة بأمانة لولاية القابل القادمة من محافظة الشمال الشرقية بتفاصيل المختلفة. الآن سنتحدث عن هذا المعرض، هذا المتحف المسقط هنا من خلال هذه المشاركة، من خلال صاحب هذا المتحف والمشرف عليه الأستاذ سلطان بن أحمد بن عبد الحارث. أستاذ سلطان، بداية نقول لك مساء الخير، ونتحدث عن أبرز محتويات وأركان هذا المتحف. مساكم الله بالخير. حقيقة هذا المتحف يحتوي على كثير من المخطوطات والكتب النادرة وكثير من المقتنيات الأثرية القديمة اللي كانت تستخدم في عمان، من ضمنها يعني الأواني النحاسية والأواني الفخارية، بالإضافة إلى أنواع الأقفال التي استخدمت في عمان، وعندنا مجموعة نادرة من الكتب والوثائق النادرة جدا والكتب المخطوطة يعني. وعندنا هذا الإناء على سبيل المثال، هذا الإناء ما قبل الميلاد، هو إناء صابوني وقديم جدا ويقدر عمره 200 سنة قبل الميلاد، بالإضافة إلى أن عندنا كثير من الوثائق. على سبيل المثال هذه الوثيقة للإمام سالم الراشد الخروصي، وهي وثيقة خطبة يعني عبارة عن خطبة للإمام رحمة الله عليه، كبيرة يعني جدا. أستاذ سلطان، اليوم تشارك ولاية القابل من خلال كل المفردات المختلفة، أهمية وجود هذا المتحف الذي يشتمل هذه المخطوطات وهذه الكتب، هذا التوثيق ربما لذاكرة الإنسان العماني تاريخيا، أهمية وجود اليوم في المعرض. هذه الأهمية لكونها نحتفظها للأجيال القادمة، الجيل القادم هو محتاج لمعرفة آثار الآباء والأجداد والتراث العماني الأصيل، بالإضافة إلى السواح اللي يجوا إلى سلطنة عمان اللي يطلعوا على آثار هذا البلد وتاريخه وثائقه وكتبه ومقتنياتهم كيف كانوا يعيشوا، وهذا لابد يعني من المحافظة عليها هذه، وهي أدوات بسيطة جدا لكن تمثل في ذاك الوقت ذاكرة
التاريخ كثير الآن من الرواد اللي دخلوا معانا اليوم في المتحف شاهدوا هذه يعني استغربوا منها يعني. نحن سؤالنا الأخير أستاذ سلطان، ماذا أضافت لك هذه نقول هذه هذه المهنة، هذه الرغبة وهذه الإرادة في تجميع هذه الآثار وهذه المقتنيات المرتبطة بذاكرة الإنسان العماني على المستوى الشخصي من خلال الجمع، ماذا أضافت لهذه للذاكرة الشخصية؟ هذه حقيقة أضافت لنا يعني الاهتمام بهذا الشيء، أصبح يعني كأننا مجبرين على أن نحن نواصل هذه المسيرة وهذه الذاكرة الوطنية، وهذا كأنه واجب علينا للأجيال القادمة. ونحن اليوم نمثل ولاية القابل، وكل من يزور هذا المهرجان يتساءل من أين هذا المتحف، فنقول لهم من ولايتنا، وهذا يمثل فخر لنا. أحسن لضيق الوقت أستاذ سلطان، بن أحمد بن عبدالله الحارثي كان متحدثا عن هذا الركن أيضا التراثي من خلال هذا المتحف لمشاركة ولاية القابل، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. أحسن إذن المتحف التراثي هنا في ولاية القابل يمثل مفردة تراثية جميلة. لازلنا معكم في الدقائق الأخيرة من برنامجكم على مسقط. وبما أننا في الدقائق الأخيرة مشاهدينا وصلنا للحظة الحاسمة، السحب يجرى اليوم على 3 فائزين، كل فائز منهم راح يحصل يا كم يا حفيظ على 500 ريال. إذن 500 ريال لصاحب الرقم الأول إن شاء الله، وفي أيضا رقم ثاني وفي فائز ثالث، 3 أرقام يتم السحب عليها. الرقم الأول 92148 9 3 9 2 1 4 8 9 3 9. هذا هو الفائز الأول اليوم مشاهدينا، وأكيد سيتم التواصل معه في الوقت المناسب. ننتقل إلى الفائز الثاني. أكيد الآن نشاهد أيضا فائز بمبلغ 500 ريال وفائز ثاني، وإن شاء الله راح يتم التواصل معكم. اللي يسألنا متى راح يتم التواصل معكم، الأسماء نعم مسجلة وراح يتم حفظها وإبلاغكم بالاستلام. وطبعا الفائزين يا حفيظ ما شرط أنهم اليوم شاركوا، بالعكس من بداية الفعاليات من بداية المهرجان، وطبعا المشاركة تلو الأخرى أكيد راح تزيد فرصات الفوز. 9 6 7 0 6 5 3 3. ألف مبارك للرابح الثاني بجائزة وقدرها 500 ريال عماني. الآن نشوف الفائز الثالث لهذا الأسبوع، ما ندري إذا فائز أم فائزة، ولكن أكيد في قادم الأيام راح نتعرف على الفائزين. سعداء الحظ في اليوم الخميس، الحظ والمشاركين طبعا كلهم يعني كل واحد منهم مشاركاته تتفاوت، البعض يرسل مرة واحدة والبعض يرسل أكثر من مرة، لكن الحظ أكثر يكون مع إكثارك بالرسائل النصية، راح يزيد فرصك أو تزيد فرصك بالفوز بنسبة أكبر. 9 9 3 8 8 5 2 2. ألف مبارك للفائز الثالث بجائزة وقدرها 500 ريال عماني. 3 فائزين كل يوم خميس، راح إن شاء الله يتم التواصل معكم في الغد ونبلغهم أيضا بهذا الفوز من خلال الرسائل النصية واستلام الجوائز مع الأخوة في الكنترول وتفاصيل إن شاء الله الاستلام متى وأين. إذن هذه أبرز الموضوعات ربما لهذه الحلقة. الفائزين بمبلغ 500 ريال عماني هم 3 الأرقام، واللي قبلهم أيضا كذلك. إذن مشاهدينا هذا أبرز ما كان لدينا اليوم، مشاركة ولاية القابل بالإضافة إلى مختلف الفعاليات. اللقاء يتجدد غدا ومع ولاية أخرى، ولاية صور غدا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لهم. إذن مشاهدينا لذلك الحين دمتم بود. إذن مشاهدينا الأحبة هنا كانت مشاركة اليوم ولاية القابل. في الغد راح تكون إن شاء الله من جنوب الشرقية مشاركة ولاية صور، هناك قصة وحكاية جديدة فيها لمسقط تواصل وفرح. تحية للزملاء محمد المهري، تاج البلوشي، أحمد المعمري، الأخوة في التغطية الخارجية، الزملاء في التقارير، الهندسة، الإعداد، الفريق الفني والزملاء أيضا في الخارج هناك في نقل هذا البرنامج. تحية أيضا معطرة برائحة الورد من مخرج البرنامج راشد السابعي. ملتقنا في الغد في نفس المكان ونفس الزمان وفي أمان الله. We'll be right back.